استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمقر إقامة سموه بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة. نعم، وفي معرض ترحيب سموه بدولة الرئيس نجيب ميقاتي جرى استعراض للعلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية وسبل تنميتها وتطويرها لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما تم تبادل وجهات النظر حول جدول أعمال القمة العربية التي تبدأ أعمالها بالجزائر اليوم، حيث تم التأكيد على العمل بما يحقق التضامن بين الدول العربية الشقيقة ويسهم في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مختلف المجالات.